السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدي الكرام، في حلقة جديدة من برنامج حديث مساء الذي يطل عليكم عبر قناة الشرقية ميكلبا. وفي هذا المساء نطل عليكم بأمسية مسائية متجددة نستقبل فيها ضيوف مميزين ومواضيع متنوعة وأخبار متنوعة تخص إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية. إذن كما تعودنا نبدأ مساءنا بأهم العناوين. افتتاح مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. المرافق الخدمية بكورنيش خورفكان. سوق المسقوف مزيج بين الماضي والحاضر. إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا لهذا المساء نبدأ محطتنا الأولى بأهم الأخبار المحلية التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة الشارقة. وأولى الأخبار تحت عنوان حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا لتنظيم نادي خورفكان للمعاقين. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنظيم نادي خورفكان للمعاقين. ونص المرسوم على أن ينشأ في الإمارة ناد مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لذوي الإعاقة ويسمى بنادي خورفكان للمعاقين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة تخصصاته، ويتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة خورفكان. إذن من هذا المرسوم الأميري الذي يخص بإنشاء نادي خاص بالمعاقين في مدينة خورفكان، وهذا بحد ذاته هو يعني دافع للمعاقين وذوي الإعاقة بأن يواصلوا رياضاتهم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي. وهو قرار في الحقيقة ومرسوم سامي من أجل تشجيع الرياضة في إمارة الشارقة. وننتقل كذلك إلى أخبار أخرى في إمارة الشارقة. حكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا لإنشاء الشارقة لسباقات الهجن. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة المرسوم الأميري رقم 34 لسنة 2020 بشأن إنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن. ونص المرسوم على أن ينشأ في الإمارة ناد مختص بشؤون سباقات الهجن يسمى بنادي الشارقة لسباقات الهجن، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارساته واختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيسي في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناء على طلب الرئيس أن ينشأ فروعا له في باقي مدن ومناطق الإمارة. ومن نادي خورفكان للمعاقين إلى نادي يعني يختص بسباقات الهجن ويكون مركزه في مدينة الذيد، وهو تشجيع للرياضات بأنواعها. وهناك خبر آخر، بلديتا دباء الحصن والمدام يتبادلان الخبرات عبر التواصل المرئي. في لقاء رقمي ذكي استقبلت إدارة الخدمات الهندسية في بلدية مدينة دباء الحصن عبر تقنية التواصل المرئي وفدا من القسم الهندسي في بلدية المدام في إمارة الشارقة، حيث اطلع الوفد على الخدمات الكبيرة التي تقدمها إدارة الخدمات الهندسية في البلدية للمقاولين والعملاء وكافة سكان المدينة. كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى بلدية دبا الحصن في المجال الهندسي من قبل بلدية المدام، والعمل معا من أجل تذليل الصعوبات التي قد تواجههما في ظل الظروف الراهنة مع استمرار جائحة كورونا. إذن هذا كان خبر، وننتقل إلى خبر آخر. مهرجان الشارقة للجواد العربي ينطلق غدا تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.
ينظم نادي الشارقة الفروسية والسباق مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي بنسخته 17، حيث تقام المنافسات لمدة 4 أيام بداية من يوم غد الأربعاء، ويقام المهرجان بمشاركة 356 جوادا من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبزيادة 40% عن النسخة السابقة للمهرجان. إذا مشاهدي الكرام، كانت هذه جملة أخبارنا المحلية لهذا المساء. أما الآن ننتقل إلى أجواء تخص المنطقة الشرقية وبالتحديد مدينة كلبة وحديقة الشاطئ بمدينة كلبة، فلنتابعها. من هذه الأجواء من مدينة كلباء وحديقة الشاطئ في مدينة كلباء نذهب إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم. واليوم في الحقيقة الشارقة افتتحت المقر الرئيس لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وهذا بحد ذاته هو يعني تشريف التكنولوجيا والابتكار في الشارقة. إذ افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة المقر الرئيسي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار صباح اليوم بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجمع. وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المبنى وأقسامه المختلفة، واطلع على ما تضمه من مكاتب للشركات بمساحات مختلفة ومختبرات وقاعات للمعارض والاجتماعات ومسارح متنوعة الاستخدامات. كما عرج سموه على ردهة الابتكار التي تضم مكاتب وقاعات اجتماعات صممت بطريقة عصرية خصصت لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتضم كذلك مكاتب بمساحات مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقهى أعمال بمواصفات عالمية. وزار سموه معرض الطباعة الثلاثية الأبعاد الذي ينظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إذ يعد هذا المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة بهذه التكنولوجيا في الشرق الأوسط، حيث تعرض معظم النماذج المطبوعة في المنطقة الخارجية من المبنى، بالإضافة إلى مناطق داخلية للقطع الصغيرة والمتوسطة، من خلال مشاركة واسعة لكبرى الشركات ومراكز بحث عالمية متخصصة في هذه التقنية. كما تجول سموه في مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف، الذي يضم أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية في عدة مجالات، بالإضافة لمركز الأعمال التابع للمجمع ميكر سبيس، والذي أطلق عليه مختبر الشارقة المفتوح للابتكار كأول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الشارقة، إذ تم تدشينه بناء على فلسفة إرساء عقلية للشراكة المجتمعية والتعاون والإبداع كإطار توجيهي للبرامج والخدمات المقدمة، من خلال توفيره لبيئة آمنة ومساحة تسمح لمجتمع الممارسين بتبادل المواد وتعلم مهارات جديدة والتركيز على إشراك المشاركين في محتوى التعلم. وهي وسيلة من شأنها أن تسمح للمدارس والجامعات بأن تكون جزءاً من هذا المشروع.
وقد استعرض حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أهم إنجازات المجمع وخططه المستقبلية وأهم الشركات العالمية التي يحتضنها المجمع ومشروعاتها البحثية وخططها القائمة على تطوير منظومة من الحلول والابتكارات في شتى المجالات. وتفاصيل أكثر عن الإنجازات لهذا المشروع نتابع هذا المقطع. اليوم الحمد لله فضل رئيس صاحب السمو ودعمه المستمر يحتضن واحدة من أكبر مشاريع أو مختبرات المواصلات على مستوى العالم في الشارقة الحمد لله. وأيضا نحن الحمد لله بفضل من الله ودعم صاحب السمو اليوم المجمع هو من الأماكن تقريبا الوحيدة في المنطقة اللي بإمكانك اليوم تطبع الكونكريت وتطبع البلاستيك وتطبع الحديد تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى وجود مختبرات للزراعة الزراعة الحديثة وأيضا مختبرات الذكاء الاصطناعي. مبنى المجمع اليوم هي رسالة لقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع التقنية بشكل عام أن الشارقة تخطو خطوات كبيرة ويعني خطوات حقيقية في استقطاب ودعم الابتكار على مستوى المنطقة. المجمع اليوم من خلال المرافق اللي فيها اللي ما كانت عندنا هاي المرافق في الماضي راح يكون يعني راح يعني يستقطب مؤتمرات في قطاع التقنية، راح يستقطب ورش عمل، راح يستقطب مسرعات في قطاع التقنية تغطي مواضيع مختلفة. طبعا اللي يميز المجمع اليوم من أي مجمع على مستوى المنطقة وجوده ضمن مدينة جامعية متكاملة، مدينة جامعية فيها أكثر عن 22 جامعة. من خلال الشارقة إن شاء الله راح تسوق لمنتجاتها في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى هذا طبعا هذا هو استثمار في التقنية، الشركة هذه استثمرت أكثر يمكن أنا بقولها لأول مرة أكثر من 300 مليون درهم في هذا المشروع. نعم نعم. وإذا أنت تزور المكان بتشوف فيه تحول مختلف بالكامل. صحيح. في مرافق يعني مميزة وشوارع فيها. طبعا إن شاء الله إذا هذا المشروع أو هذه الشركة حصلت أي مشروع في أي مكان في العالم كل الصناعات للقطارات مالها بتكون عدة في الشارقة. إذن أكبر مشروع وافتتاح مجمع الشارقة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وأكبر مشروع في العالم بالقطارات المعلقة، نبارك للشارقة على هذا الافتتاح. وبالفعل سيكون في الشارقة نقلة نوعية وابتكارية في مجال الابتكار ومجال التكنولوجيا. إذن مشاهدينا الكرام من هذا الخبر ننتقل كذلك إلى إتمام واستئناف ما تبقى من برنامج حديث المساء. إذ تختلف أنماط الموظفين في أي مؤسسة يعملون بها باختلاف فروقهم الفردية وكذلك طريقة تعاملهم من المهام أو المهام المكرة إليهم، وإما يديرونها بعقلية الموظف أو بعقلية المبادر. وللتعرف على الفرق بين الشخصيتين يسعدنا بأن تكون معنا المدربة ورائدة الأعمال مريم بدر الهبيدي. مساء الخير. أهلا وسهلا. كيف الحال أستاذة مريم؟ الحمد لله بخير، كيفك أنت؟ الحمد لله. دائما يقال هناك عقلية بين الموظف وعقلية المبادر، فمن هو الموظف في بداية الحوار؟ في البداية أحب أوضح أصلا ما هي معنى كلمة عقلية. العقلية هي طريقة تفكير، وهي قد تقدرين تقولين بمعنى يمكن أبسط إنها مثل القبعة اللي يرتديها الشخص علشان يعرف أسلوب تفكيره. ففي ناس ترتدي قبعة الموظف لما تروح على أساس أنها تتوجه أنها تجيب مصدر المال أو تتوجه للروتين اليومي اللي هي تتخذه، فتسمي نفسها أنا راح أرتدي قبعة الموظف أو أنا راح أرتدي قبعة المبادر. لذلك فإحنا نقول في مبادر وفيه موظف، هي عموما عبارة عن طريقة تفكير أو أسلوب حياة يتخذ الشخص بناء على بعض المعطيات أو بناء على بعض الأفكار اللي إحنا ممكن راح نتناقشها إن شاء الله في الحلقة وراح نعرف أكثر منها. نعم هناك فرق كبير ما بين عقلية المبادر وما بين عقلية الموظف. في البداية نحب نعرف المبادر. المبادر هو شخص حب أنه يأخذ أو يفتح له البزنس الخاص فيه، حب أنه يبتدي المشروع الخاص فيه بشكل عام. أما الموظف هو الشخص اللي يعمل ضمن مؤسسة أو ضمن شركة، يعني عنده أهداف ورؤية تنتمي للشركة، عنده رئيس أو رئيس للفريق فهو جزء فقط من فريق. أما المبادر فهو شخص هو نعتبر الفريق بأكمله، أو هو اللي يرتدي القبعة، هو اللي عنده المعرفة الكافية، هو اللي عنده المعلومات الكافية بأنه يكون الفريق بأكمله. نعم. إذا أستاذة مريم أهمية بأن يكون لدينا أشخاص مبادرون في حياتنا وفي مجتمعاتنا.
المبادر هو شخص يضيف للمجتمع، إذا فكرنا فيها كمجتمع هو محرك للاقتصاد، يخلي يعني الشخص المبادر ممكن أنه مش مجرد أنه ينفع نفسه لكنه قاعد ينفع البلد اللي هو ناشئ فيه، فيطور من اقتصاد البلد، يتوجه بأن البلد يكون في مرحلة الاكتفاء الذاتي. لذلك إحنا نشجع المبادرين ونشجع أن الموظف يكون مبادر في نفس الوقت. يمكن إحنا نحب نتكلم عن أنه هل من الممكن أن المبادر يكون، هل من الممكن الموظف يكون مبادر أو هل من المبادر يختلف عن الموظف؟ فنقول أن نعم، إذا أنت موظف على رأس العمل بإمكانك أن تكون مبادر أعمال وتفتتح العمل الخاص فيه. الوقت الحالي اللي إحنا قاعدين نتوجه له فيه نجد كثير من فئة الشباب ما شاء الله عليهم يحبون يروحون المرحلة أن تكون عندهم أعمالهم الخاصة أو البزنس الخاص فيه، مثلاً افتتاح كافي شوب، مثلاً افتتاح مؤسسة خاصة فيه. هذا الشيء يحتاج من الشخص أن يكون ضمن أفكار محددة أو ضمن مو محددة، بالعكس نحتاج المعرفة والانفتاح التام مع المبادر، يكون عنده كرايتيريا أو نقدر نقول أساليب معينة تكون متواجدة في هذا المبادر على أساس أنها تشجع في نجاح العمل. لأن أغلب المبادرين لما يبدون العمل في تقريباً نقدر نقول نسبة تفوق 60% يفشلون في الأول 5 سنوات الأولى، أو أن البزنس ما يمشي فبالتالي يضطرون أنهم يوقفون البزنس. لذلك إحنا قاعدين نتكلم الحين أنه أنت إذا قررت أنك تكون مبادر أعمال وأنت موظف، فمن الأفضل أنك تراجع نفسك في بعض الأسئلة أو بعض الجوانب اللي راح نتحاورها إن شاء الله، راح نتناولها إن شاء الله في البرنامج. نعم، إذا أستاذة مريم ذكرتي بأن يعني أغلب أو بعض المبادرين ربما 60% هي نسبة ليست بقليلة، أن عندما يبادر لبعض الأعمال قد يفشل وفي السنوات الخمس الأولى، لكن كيف أخلق شخص مبادر في 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 في, في, في الحياة؟ طيب تمام. في البداية أحب أوضح الأشياء الرئيسية أو الأفكار الرئيسية اللي موجودة لدى فكر المبادر. أولاً إذا كنت أنت مفكر أنك تدخل عالم المبادرة، أول حاجة أفهم نفسك، يعني أفهم إيش اللي أنت متميز فيه، أفهم إيش خلي رؤيتك واضحة، رسالتك واضحة. من العلوم اللي ممكن أنها تساعدك في هذا اللي هو التطوير الذاتي، تعرف على نفسك، تعرف على قدراتك، هل أنت شخص عندك القدرات أنك تتخذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة؟ هل أنت عندك شخص عندك الشجاعة أن أنت تتحمل مسؤولية المشروع اللي أنت فيه أم لا؟ هذه بعض الأفكار اللي نقولها. أولاً أبغاك تكون طموح، يعني إنسان عندك الطموح العالي، لأن المبادر بطبيعته ما يفكر في المشروع أن مصدر المال له بقدر ما أنه هذا المشروع اللي أنا قاعد أسوي إنتاجية فيه. لأن أغلب المبادرين يدخلون الفلوس ويصرفونها في نفس المشروع ويجيبون لهم مردود مالي كذلك، وهذه من إيجابيات أنك تكون مبادر. طبعا مبادر أو موظف كلها أشياء طيبة. أنا في يوم من الأيام كنت مبادرة وفي يوم لا زلت مبادرة لكني كنت موظفة حكومية لفترة من الزمن. هذه الوظيفتين كلهم ممتازين سواء كنت مبادر أو موظف، لكن أعرف نفسك أولا، هل أنت طموح كفاية أن أنت فاهم مشروعك اللي تفتتحه، عارف قصتك، قانون القصصية اللي أنت متبعة، هل كتبت قصة المشروع اللي أنت تبغى تسويها، عارف قدراتك، مقياس الضغط اللي أنت تتحمله لما تكون تحت الضغط الكبير، لين وين توصل. ثانيا تحب التطوير في مجالك، يعني على افتراض أن أنت افتتحت لك كافي شوب، هل أنت مستعد أنك تسافر للبلدان تتعرف على أنواع القهوة تتذوقها، تروح للناس المنافسين لك، تحط لك 3 منافسين على الأقل، تحاول أنك تحط نموذج المقارنة بحيث أنك تتطور في أعمالك. هذه الأمور اللي أنت لازم ترتديها. لما قلت لكم أن المبادر عنده قبعة، بس المبادر الجميل فيه أنه يرتدي عدة قبعات في وقت واحد، لأنه هو المحاسب، هو المسوق، هو المفكر، هو المنتج، هو كل شيء في فريق العمل. ثالثاً يكون عندك قدرة على التخطيط الاستراتيجي، يعني مثل الأزمة اللي مرت فينا، أزمة كورونا، كثير من الأعمال فشلت وكثير من الأعمال نجحت وارتقت في مجالها اللي هي فيه، لأن حطوا لهم بلان سي، يعني حطوا لهم عدة خطط على تخطيطات على أساس يتجاوزون هذه المرحلة. وكذلك الدولة ساعدت الشباب، ساعدت أصحاب البزنس سواء كانت بالإيجارات سواء بالقيم المالية، يعني تقدمت الدولة بمساعدات مشكورة عليها. رابعاً يقدر أنه يحدد المشكلة اللي هو فيها ويحل المشكلة.
يعني قدرة على البروبلم سولفينج أو قدرة حل المشاكل. هذا الشيء يحتاج الشخص فيه يعني كورسات علشان يتدرب ويتطور فيه. هي ما هي موهبة تجي أنت مثلا أوه ما شاء الله تبارك الله هذا الإنسان يقدر يحل المشاكل. لا، هذا شيء أنت تتدرب عليه. يعني إذا تعرضت لمشكلة، هل أنت بتحط إيدك كذا على خدك وبتقول يا سلام أنا عندي هذه المشكلة، المفروض الدولة تساعدني، المفروض أبوي يساعدني، أخوي يعطيني فلوس، ولا عندك القدرة أن مخك تسكر له الباب، يدور على الباب الثاني اللي يفتحه، تسكرت له هذه الطريقة، عنده مليون طريقة أن يحل فيها المشكلة ويعرف كيف يعدي هذه المعضلة. كذلك هل عندك القدرة على أنك تشوف النظرة العامة لهذا المشروع، ولا أنت محدد جدا بهدف واحد؟ مثلا أنا افتتحت هذا الكافي شوب، أبغى إيراداتي الشهرية تصل إلى 50,000، خلاص أنا بحط هذا الشيء مجرد أن أنا بوصل له، انتهى المشروع، حققت اللي أنت تبيه في هذه اللحظة، فأنت انتهى المشروع. مبادر الأعمال الحقيقي أو المبادر الصحيح اللي يشتغل بكل شغف بكل حب يكون عند الأهداف المرنة اللي إحنا نسميها أهداف مرنة ومستمرة، بحيث أن أنت تكون عندك القدرة أنك تجدد أهدافك، تكون عندك نظرة عامة على المشروع، على الأوضاع الحالية، تتماشى بما يتناسق مع السوق أو على متطلبات الجمهور اللي أساساً أنت قاعد تستهدفهم وتبغاهم يكونوا زباينك الدائمين، اللي تحولوا من زباين مجرد كانوا يتكلمون عن ماركتك أو البراند حقتك إلى زبائن مستمرين وموالين لك، بس يدعون أصحابهم الآخرين. أهم نقطة، تتعلم من نفسك مع نفسك، لا تستنى أحد يجي يقولك أوه لا والله طريقتك في صنع القهوة ما هي ممتازة. لا تستنى هذا النقد، حاول أن أنت تتوجه وتتعلم الأفكار الجديدة وتكون الشخص اللي يعني زي ما نقول on fire على طول، عندك القدرة على التعلم، على المعرفة، الفلكسبيليتي أو المرونة في أن تتلقي المعلومات، تتلقى الانتقاد، زي ما قلت القدرة على التعلم. بالنسبة للموظف، أما الأشياء هذه الرئيسية، هذه المواصفات الرئيسية إذا شعرت أنها موجودة فيه، فأنت عندك بوادر الأعمال. فبالتالي أنا أدعوك بكل حب أن أنت تسخرها بأن أنت تعرف إيش المنتج اللي أنت ممكن تنتجه، لأن مبادر الأعمال مو شرط عنده مهارة معينة أو مهنة يدوية معينة. مبادر الأعمال لازم يكون الكل في الكل. فإذا أنت لقيت عندك المقومات لمبادرة الأعمال، أنا أنصحك بعدها تتوجه إلى معرفة نوع المنتج اللي أنت تبغى تسويه، تبتدي في دراسة الجدوى، خطة العمل، توفير الموارد المالية، توفير الأمور المترتبة على هذه الموضوع. لكن في البداية تأكد من نفسك أنك أنت قادر على افتتاح هذا المشروع. بالجانب الآخر يجي عندنا الموظف. في أشخاص، وأنا وكنت واحدة منهم طبعاً، أنا كنت لمدة تقريباً ما يفوق 10 سنوات موظفة حكومية، كنت أحب أكون جزء من الفريق، كنت أحب أتبع رؤية ورسالة المؤسسة اللي أنا فيها، يعني كنت أحب أن أنا يكون عندي سكرتير يساعدني ومدير يقودني. هذا الشيء بالنسبة لي كان جداً مريح. كنت أحب الاستقلالية، فإن أنا يكون عندي مبلغ مالي محدد أستلمه كل شهر، كان هذا الشيء مرضيني وعاجبني، وهذا الهدف اللي أنا أسعى له ويتناسب مع ظروفي في هذيك الفترة. أهدافي محددة ومرتبطة بأهداف المؤسسة، وكنت متخصصة في مجال محدد. يعني ما أقدر أني أنا أكون تعلمت في المحاسبة، تعلمت في التسويق، تعلمت في الإنتاج، تعلمت كيف أن أنا أسوي المنتجات اللي أنا أسويها، في تصميم المنتجات، في طرح المشاريع، في أسلوب الخطابة أصلا، حتى في أسلوب كلامي لما أجي أتكلم مع الكلاينت، كيف أدعو العميل. هذه الأمور ما كانت عندي، لأني أنا كنت محددة في مهنة معينة كنت أنا أنفذها. كذلك كنت دبلوماسية في الكلام، كنت دبلوماسية جداً، ما أقدر أطرح آرائي، لأن مفروض علي أن أنا أتبع القوانين التابعة أو رسالة رؤية المؤسسة اللي أنا فيها، لأني ضمن كيان مؤسسي، فأنا أتبع هذا الكيان المؤسسي لا أحيد عنه. فأنت إذا شفت نفسك مرتاح لهذه المواصفات، مرتاح لأنك تكون شخص تابع لهذه المؤسسة، شخص يستلم الشيكات الشهرية، شخص يستلم هذا المبلغ المحدد، أنا أدعوك بكل حب أنك تستمر في هذه الوظيفة. كذلك ممكن أنك تكون موظف مبادر، وأغلب المؤسسات تحب أنها توظف عندها الموظف المبادر، لأن الموظف المبادر عنده القدرة على حل المشكلات، القدرة دائماً حتى تلاقون الموظف المبادر تلقونهم يأخذون positions أو مناصب عالية، يعني عرفتوا تلقون ترقياتهم أسرع.
لأن القدرة عندهم على حل المشاكل، كذلك عندهم القدرة على التخطيط الاستراتيجي عالية، كذلك القدرة على المرونة أسرع عندهم. فأنت ممكن أنك تكون موظف مبادر، وممكن كذلك أنك تكون موظف وعند البزنس الخاص فيه. بس الأشياء المهمة اللي هي تقريباً الخمس أو الست نقاط اللي أنا ذكرتها والمفصلية، إذا كانت هذه هي طريقة تفكيرك فأنا أنصحك بكل حب أن أنت تتوجه للموظف أو أنك تتوجه إلى مبادرة الأعمال. نعم، إذا أستاذة مريم الحقيقة من خلال وصفك للموظف المبادر بأنه يتحلى بصفات مميز جدا، وكثير من المؤسسات تطمح بأن ينضم إليها هذا الموظف وهذا الشخص المبادر لإحياء هذه المؤسسة وإحياء هذه المنظومة العملية أو الوظيفية. لكن أستاذة مريم عندما نتكلم عن الموظف، هل يستطيع الموظف بأن يتغير من موظف إلى مبادر؟ قبل ما نتكلم زي ما قلت لك في البداية، هل أنت تمتلك هذه المواصفات؟ إذا كانت هذه المواصفات فيك، هذه إشارة طيبة أنك تقدر تبدأ مبادرة العمل. في ناس يجي شيء في داخلهم كذا يقول أنا مبادر في داخلي لكني لا أمتلك هذه المواصفات، فهنا أنا أنصحك أنك تتميز بالصفة هذه اللي هي التعلم. ابحث، وسائل التعلم متاحة ومجانية، والمعرفة الحين الحمد لله إحنا في زمن صراحة محظوظين فيه، لأن التعليم سهل جدا جدا جدا. كذلك في مؤسسات ضمن الدولة تدعم أن الشخص يبغى يكون مبادر، تدخله في اختبارات معينة، تعطيه كورسات معينة تشجع أنه يطور من هذه المهارة اللي عنده، تشجع أنه ينقل الفكرة المميزة الموجودة عنده في باله من مرحلة أنها تكون مجرد فكرة إلى واقع حقيقي، إما أنها تكون متجر إلكتروني أو أنها تكون متجر موجود على الواقع. نعم. في 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 فيها أسئلة أحب أن أنت لما تقعد مع نفسك، أوكي، لما تجلس مع نفسك وتتفكر هل أنا مبادر أم أنا موظف، اسأل نفسك بس هذه 7 أسئلة بسيطة. أول شيء، ما هو محفزك؟ يعني إيش الشيء اللي يخليك كل يوم تصحى من السرير وتقول أنا رايح للعمل؟ أنا رايح للعمل اللي أنا منضم له للمؤسسة، أو شركة ABC قاعدة تعطيني مميزات، قاعدة تعطيني علاوات، قاعدة تعطيني إحساس بالأمان الوظيفي، ساعات عمل مرنة، فريق عمل جدا ممتاز، مديري، رئيسي متعاون معي، هذا محفز يصحيني من النوم، من أنا أصحى للدوام وأتوجه إلى العمل وأنا مرتاح. أما لا والله أنا قاعدة أتردد، وأن المحفز اللي حالياً موجود عندي ما أعتقد أنه لا أنا قاعد أروح للعمل بس عشان أستلم هذا الشيء، والله يفكني من هالوظيفة، والله يرزقني الوظيفة اللي تريحني، والله الله يرزقني هذاك العمل اللي أنا أحب. فهنا تسأل نفسك إيش المحفز الرئيسي اللي خليك تصحى من النوم. جوابك على هذا السؤال مو بس يحدد هل أنت مبادر هل أنت موظف، هذا جوابك على هذا السؤال يخليك تدخل في نفسك، وهي مرحلة التطوير الذاتي اللي أنا تكلمت عنها. بالتالي أنت تقدر حتى تساعد نفسك أنك تكون في بيئة وظيفية جيدة. يعني مثلاً ممكن أن أقول والله أنا ما أقدر أروح، الموظف اللي جنبي أو الموظفة اللي جنبي مزعجة بالنسبة لي. نعم. بالتالي هذه الإجابة البسيطة أو هذه الصورة البسيطة، التغيير فيها أو الشفت البسيط فيها ممكن يخلي أيامك أسعد، دوامك أجمل. علشان كذا نرجع وأقول اعرف المحفز اللي يخليك تصحى من النوم وتروح للعمل. هذا المحفز سهل بالنسبة لك، متاح، أم إن أنت محتاج إنك تتعب فيه وتجاهد نفسك فيه، ولا تحس إنه سهل ومتاح لك إنك توصل له وتحس إنه شيء بسيط لمرحلة إنه ممكن تقول يا ربي معقولة هذا الشيء يعني محفز؟ هذا شيء طبيعي المفروض إنه موجود في كل البشر. لا، هذا بالنسبة لك هو المحفز الحقيقي اللي أنت تحتاجه. هل ما السؤال الثاني، هل أنت عندك القدرة على ارتداء القبعات اللي شرحتها لكم؟ يعني مبادر الأعمال، أنا كمبادرة أتكلم عن نفسي، أنا يا مريم، أنا أسوي التخطيط الاستراتيجي، أنا أسوي البرودكشن، أنا أسوي الماركتينج، أنا أسوي هذه الأمور. هل أنت مستعد أنك تكون ترتدي جميع هذه القبعات؟ طبعاً أنا الحمد لله يعني عندي موظفين يعطيهم العافية، يعني الله يجزاهم الخير ما أنت في وجودهم، لكن في البداية في بدايات المشروع، هل أنت مستعد أنك
تشيل قبعة المحاسب وتحط قبعة المنتج، تشيل قبعة المنتج تحط قبعة المسوق. هل أنت مستعد أن أنت تتعلم مهارات جديدة علشان تطور من البزنس حقك؟ هل أنت مستعد أنك تدخل وتعرف إيش معنى الماركتينج، إيش معنى التسويق الجديد اللي إحنا فيه اللي هو التسويق الإلكتروني، إيش نوع التقنيات اللي أنت تحتاجها، التولز اللي تحتاجها؟ هذا الاستعداد، مو بس الاستعداد، الاستعداد والمعرفة. المعرفة أنا ما أقصد حصولك على شهادات أبداً، أنا أتكلم عن المعرفة اللي هي أن كمية المعرفة اللي موجودة في ذهنك، بحيث أني أنا لما أجي أتكلم وياك وأبدأ أقول لك هل بدأت في التسويق؟ طيب ما هي أهدافك؟ ما هي قصتك؟ ما هي رسالتك؟ ما هي رؤيتك؟ تعرف ترد علي في هالمرحلة هذه. إذا كنت مستعد أنك تشيل القبعة وتحط القبعة الثانية، هذه بوادر مبادر. أما الموظف، لو لاحظنا الموظف هو عنده مهنة معينة أو تاسك معينة، يروح للدوام يؤدي هذه التاسك وفي المقابل ياخذ المردود المالي عليها. وحتى لو بغى أن يسوي التطوير أو المعرفة، تكون في مجال هذه الخبرة أو هذا التاسك. هذا النوع من المعرفة تطور الشخص وظيفيا، تخليه يرتقي في مراحل الوظيفية. القدرة على تحمل المخاطر، هذه مرة مرة مهمة أنها تكون عند المبادر. هل أنت مستعد أن أنت تأخذ الريسك أو المخاطرة في أنك تقدم على صفقة، في أنك تقبل التحدي، في مثلاً يجي لك أحد ويقول لك والله عندك هذا المشروع أو هذه الصفقة، لحظة خليني أرجع وأراجع فريق العمل وأتأكد أن أنا عندي كمية الموظفين المناسبين. خلونا نأخذها على مثال أبسط، واحدة عندها مصنع كيك أو مصنع حلويات وجتها طلبية عالية، لا استنوا خلوني أفكر في الموضوع، خلوني أراجع نفسي. هل أنت عندك القدرة على تحمل المخاطرة وتحمل مسؤولية هذه المخاطرة؟ والله قبلتي هذا النوع من التحدي، قبلتي هذه الطلبية، معناته أنت تقدرين توفرين المنتجات، تقدرين توفرين اليد العاملة، تقدرين تحمل المخاطرة الشيء رئيسي في هذا الموضوع. عكسها في الموظف، الموظف ما عنده مخاطر، يكون الأمان الوظيفي أعلى عنده. إنما ما أنت عندك ما عندك هذا الشيء إن أنت تأخذ خذ مخاطرة ورد على الرئيس وروح تسابق ومدري، لا ما عندك هذا الشيء. مستوى الأمان المالي اللي أنت تحتاجه في مشروعك، ما هو مستوى الأمان المالي اللي أنت محتاجه؟ مشروعي قيمته مثلاً 500,000 درهم، أنا محتاج باكاب يعني مالي يكون مثلاً 200,000 درهم. حدد مستوى الأمان المالي اللي أنت تحتاجه بحيث إنه يكون متوفر عندك. يعني ما تروح إنه والله لا خلاص إذا صارت الأزمة أنا بروح أفكر في طريقة أن أنا أهل. فما هو مستوى الأمان المالي اللي موجود حالياً عندي؟ هل تحتاج خدمات كثيرة؟ ولا الخدمات اللي هي أساساً موجودة أنت قادر على إنجازها وقادر على أن أنت تسويها؟ مثلاً زي ما قلنا تسويق، محاسبة، قانونية، ولا تحتاج خدمات كثيرة؟ السؤال المهم، هل إذا احتجت الخدمات كثيرة هل أنت قادر على تغطية هذه الخدمات ولا؟ السؤال السابع والأخير، هل عندك القدرة على التعلم وتطوير الذات؟ محفزك في التعلم وتطوير الذات داخلي، ولا تحس أنه شيء خارجي أنت مجبر فيه علشان بس تمشي هذا البزنس؟ إذن أستاذة مريم، في الحقيقة يعني استرسلتي في المحاور، وكانت بالفعل محاور تأتي من خلال بأن نعرف عقلية الموظف وعقلية المبادر، وهو أمر مهم جدا بأن يكون لدينا مبادرون في حياتنا ولديهم المرونة والسهولة في التعامل وفي حل المشكلات والمعضلات التي تكون قد تلازمنا أو قد تواجهنا في حتى في مسيرة حياتنا. إذن مشاهدي الكرام، كانت معنا الأستاذة والمدربة وريادة الأعمال مريم بدر الهبيدي، سعيدة بهذا اللقاء وشكرا لك على هذه المعلومات الوافية وهذه المحاور حول أنماط الشخصية الوظيفية والموظفين.